وينضم إلينا من بيروت الدكتور حسن أحمد، أستاذ العلاقات الدولية والسياسية. أهلا وسهلا بك دكتور حسن. إذن يعني كانت أخبار مفاجئة للجميع مساء أمس في بالحديث عن احتمال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. واقعيا على الأرض، هل من الممكن فعلا أن تكون إسرائيل صادقة وفعلا ترغب بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن؟ أسعد الله صباحكم. على الواقع الميداني لا شيء ينبي بذلك. الحركة الأخيرة لحوكشتاين والقيادة الأمريكية هي ردا على ترامب أنه سينهي الحرب في يعني الشرق الأوسط عندما يأتي، وهي جذب لأصوات المسلمين والعرب والناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية. الواقع يشير إلى عكس ذلك. لا يمكن أن تقبل المقاومة بشروط غير الشروط التي حددتها 1701، عدم فصل جبهات لبنان عن جبهات غزة، إيقاف خروج الإسرائيلي، التعويض، إعادة الإعمار يعني، وبالتالي إيقاف الهجمة الاستيطانية على هجمة يعني الحربية على لبنان. هذا هو المحور في أي عملية تفاوضية. هل تقبل إسرائيل اليوم بالخروج من لبنان؟ يعني أصلا هي لم تدخل بفعل عمليات المقاومة وعمليات الصد، كل هذه الأجواء الإيجابية التي يتلقفها لبنان أو تتلقفها وسائل الإعلام هي أجواء غير ذي جدوى. للأسف أنا أقول لذلك، للأسف أنا أتمنى أن تقف الحرب اليوم، ولكن مؤشراتها غير موجودة وإمكانيات تطبيقها غير موجودة، والإسرائيلي يعتمد نفسه أنه قد حقق إنجازات كبيرة ولا يمكن له أن يتنازل. إذن علينا أن ننتظر الميدان. وبالأمس تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وأشار إلى أنه لا يمكن إيقاف الحرب إلا بهذه الشروط. نعم. طب يعني حتى بالنسبة لسيد ميقاتي كان الحديث أو احتمالية أن يكون هناك اتفاق قبل يعني إتمام الانتخابات الأمريكية أمرا مستبعدا. هل نتحدث هنا عن يعني محاولات يعني قد تكون معروف نتائجها مسبقا، أم أنه قد يكون هناك فعلا مفاجآت تخفيها الإدارة الأمريكية من خلال ضغطها مثلا على بنيامين نتنياهو وحكومته؟ أستاذتي العزيزة، الدولة اللبنانية لا يمكن لها إلا أن تتلقف أي مبادرة لإطلاق النار، هي من يعتدى عليه. الرئيس نجيب ميقاتي لا يبد أن يقول أنه يعني يتفائل، ينتظر إيجابية. نحن لا نمون أن ندخل مساعدات في لبنان عبر المطار. يتحدث وزير رئيس الحكومة في لبنان على أنه يطلب من إيران ويطلب من العراق أنه لو سمحتم فلتدخلوا عبر البحر. يعني لا نمون إلى هذه الدرجة في لبنان. هل يمكن لنا أن نعرف ماذا يدور في كواليس الولايات المتحدة الأمريكية وذهنها؟ هل ستقبل الولايات المتحدة اليوم الأمريكية أن تخرج إسرائيل من هذه المعركة بالمعركة السياسية؟ المعركة الميدانية هي في منحى آخر. المعركة الميدانية اليوم هي من يحدد من يربح بالسياسة، ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تقبل اليوم قبل الانتخابات مع هذا الرئيس، مع هذا الرئيس الضعيف، ولكن هو يستعمل، وهو قدم لإسرائيل كثيرا، ولكن هو اليوم نتحدث عن هاريس، هل يمكن لها أن تقدم تنازل يضر بمصلحة إسرائيل وهي التي أعطتها أكثر من 22 مليار دولار فقط في عام من أجل ضربنا وقتلنا وقتل ناسنا في لبنان وفلسطين؟ هل إسرائيل، هل الولايات المتحدة الأمريكية يعني تخاف على العرب وعلى المسلمين، وهي هي ضربت النخب التربوية عندها في الجامعات، وقال بايدن بكل صراحة لن نوقف دعمنا لإسرائيل ولن نغير سياساتنا في الشرق الأوسط. نعم. وهم من يتظاهر كان نخبة الولايات المتحدة الأمريكية في الجامعات. طب يعني بنيامين نتنياهو الذي الجميع يعلم بأنه ينتظر أن تتم الانتخابات الأمريكية،
يعني في كل التصريحات التي كان يدليها او يدليها يتحدث بها دونالد ترامب المرشح للانتخابات الامريكيه، يتحدث عن انه بمجرد ان يستلم الحكم فيما لو نجح في هذه الانتخابات سوف يوقف الحروب المندلعه الان فورا. هل هذه التصريحات من الممكن ان تدفع بنيامين نتنياهو لاعاده حساباته في هذه الايام القليله؟ لا، هو يعلم نتنياهو ان صديقه ترامب يعني يفضل مصلحه نتنياهو الشخصيه على اسرائيل، ولكن القيمه هنا ليست في من يكون في البيت الابيض سواء كان ترامب او هاريس، كلاهما يطبق سياسه الولايات المتحده الامريكيه الاستعماريه وادامه هيمنتها وسيطرتها على العالم. انا قلت سابقا في مقابله معكم منذ شهر ونصف ان ايا يكن من الرئيسين سيأتي إلى البيت الأبيض سيعمل بعد استلامه البيت الأبيض إلى إيقاف الحرب في غزة ولبنان ولو ببطء. إذا نحن أمام مناورات سياسية ستقوم بها اليوم، يعني هوكشتاين يريد أن يحقق وقفا لإطلاق النار يعني اليوم وتسوية بشروط المقاومة. لا، هو يأتي ليقول للشارع العربي والإسلامي وللرأي العام العالمي أننا نحن نبذل كل قصار جهدنا. 50,000 شهيد فلسطيني، غزة مدمرة، لم يتحرك العالم لا العربي ولا الإسلامي ولا العالمي. أين الأمم المتحدة؟ أين الضمير الإنساني في غزة؟ أنا لا أتحدث عن لبنان، الضمير الإنساني في غزة. من سيأتي في التاريخ ويرى ما جرى لأهل غزة يعني سيلعنه التاريخ على ما قدم، على ما لم يقدم لهؤلاء المساكين والمظلومين. سلبت أرضهم، سلبت حقوقهم، سلبت حتى الأمن والأمان، حوصروا في سجن كبير والعالم العربي والإسلامي لم يقدم إلا البيانات وبعض الدعم المحدود. هكذا يدار الصراع العربي الإسرائيلي. طيب دكتور حسن، نتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم في هذه الآونة الأخيرة قبل أسبوع هدايا لنا نحن العرب. نعم، أود أن أشكرك جزيلا على هذا التحليل. كنت معنا دكتور حسن أحمد، أستاذ العلاقات الدولية والسياسية.